بالتاكيد زميلتي مريم، طبعا في البدايه خليني ارحب بيكي وبالتاكيد ارحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما قلت يمكن معي طبعا حاليا كابتن الفريق الكابتن وطبعا شروق فؤاد. شروق، طبعا في البدايه برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك. مباراه صعبه، بطوله مهمه جدا، اول بطوله في الموسم، ورغم الاصابه يمكن شفناكي طبعا كنت متواجده ورا الفريق بتشجعي بروحك وخبرتك مع الفريق النهارده، شفناكي طول المباراه في الخمس شوط. اول حاجه الله يبارك فيكي، طبعا هي دي اول بطوله ككابتن فرقه، فحاسه طبعا باحساس مختلف، مش اللي هو كلعيبه عاديه. انا مش عارفه، كنت واثقه قبل ما ننزل ان احنا ان شاء الله هنكسب. طبعا فرقه الزمالك فرقه محترمه، كلها عناصر مهمه في منتخب مصر، بس برضو بيبقى دايما اللاعب كده وهو نازل الماتش بيبقى حاسس هو ايه النهارده، هيعمل ايه كده. بس انا كنت حاسه الحمد لله ان احنا هنكسب يعني. الحمد لله يا شروق. وطبعا بما انت معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، عايزين نطمن منك برضو على الاصابه. طمنينا على الاصابه وطمني جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله هتبقي متواجده انت مع الفريق، وان شاء الله انت هترجعي تاني مع الفريق في جميع المباريات. بصي، هو باختصار انا الاصابه دي عندي بقالي 3 سنين بلعب، وعندي قطع كان جزئي في الرباط الخارجي، فالفاهم في البوزيشن بتاع البلاي ميكر هو عارف ان الصباع الكبير ده اهم صباع في الايد عامه للبوزيشن بتاعي. فانا يعتبر بقالي 3 سنين بلعب بايد واحده، الصباع اليمين ده مش بشاركه خالص في اي حاجه. كان عندنا بقى انت عارفه بقى بطولات وماتشات وحاجات كتير قوي، معسكرات وحاجات كتير قوي، ما كانش في يعني وقت ان انا ممكن اعمل عمليه خالص. فاتجهت للحقن بقى كورتيزون وبين مانجمنت وتردد حراري. فاخر حاجه عملتها اللي هي التردد الحراري، بس فجاه في اول السيزون صباعي ترقع بقى شكله غريب جدا. فلحد دلوقتي انا بتمرن وبلعب عليه، بس هو كل شويه الحاله بتزيد سوء. فروحت طبعا لكذا دكتور يعني، وخلاص وهم كتبوا لي ان انا يعني لازم اعمل عمليه، ولو ما عملتهاش دلوقتي، انا قلت خلاص هتاقلم يعني الشهرين دول لحد ما الموسم يخلص، بس الفكره لو ما عملتهاش دلوقتي ممكن يحصل تثبيت مفصل وممكن الموضوع يبقى كبير قوي. فانا بجد لحد دلوقتي انا مش عايزه اخد القرار، يعني زي ما يكون برده مش عايزه اسيب الفرقه برده في الفتره الجايه دي، برده فتره مهمه قوي، فمش عايزه اسيبها لوحدها. بس مش عارفه نعدي بس الاسبوع ده على خير ان شاء الله، وهتكلم مع كابتن ابراهيم يعني لسه. ان شاء الله يا كابتن شروق، ويعني طبعا الف سلامه عليكي وترجعي لنا بالسلامه ان شاء الله وتبقي مع الفريق. ويمكن طبعا شروق فؤاد متعودين عليكي جوه الملعب زي مره الملعب، يعني ما شاء الله بروحك وبخبرتك مع اللاعبات، وطبعا ككابتن الفريق، وكمان زي ما قلتي شعورك طبعا السنه دي والفوز طبعا اول بطوله ليكي ككابتن الفريق. فبشكرك جدا والف سلامه عليكي ومبروك يا كابتن. ميرسي يا سلام، الله يبارك فيكي، ميرسي، باي. طبعا مستمرين معاكي زميلتي مريم ومعي يعني واحده من